ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت مصالح الأمن بمراكش في وقت القياس من تحديد هوية المتورطة في إضرام النار عمدا في دراجة كواد بدوار الحرش بتراب الملحقة الإدارية الحي الحسني واعتقاله. وحسب مصادر جريدة كاش 24 الإلكترونية، فقد تمكن رئيس الدائرة الأمنية 11 بالنيابة من الإطاحة بمرتكب الجريمة الخطيرة التي ارتكبت في الساعة الأولى من صباح يوم الاثنين بدوار الحرش بمراكش، والتي تم خلالها إضرام النار عمدا في دراجة سياحية رباعية العجلات كواد كانت مركونة أمام محل معروف لبيع الدراجات النارية. وتجدر الإشارة أن كاميرا المراقبة فضحت هوية المتورط في ارتكاب جريمة خطيرة في الساعة الأولى من صباح يوم الاثنين بدوار الحرش بمراكش.